صباح الخير عن جديد لكل المتابعين والمتابعات اللي عم يتابعونا هلا. حبيت هيك اليوم مثل صباحكم الحلو يلي دائما صدقا عن جد من قلبي من جوا ما بيكمل الا معاكم. حبيت اليوم اعمل لكم كيكه كثير سهله كثير لذيذه، يعني ما كثير حتاخذ معنا وقت، يعني بنحاول شوي نحسب حسابنا وقت تجي الكهرباء 35 دقيقه ممكن تخلص معي، اللي هي كيكه البردقان. في لها كثير طرق، جبت لكم طريقه غير شكل. خلينا نشوف المقادير. هلا انا هون مشان ما اتلبك شوي بالبيض هون كسرت عندي 4 بيضات. هلا هون في عندي مثل ما انتم شايفين مقدار كوب كامل من البردقان. هلا انا قطعتهم ليش بالنص؟ مشان قيم البذره من جوا، لانه ممكن اذا ضربناها على الخلاط تعطي شويه مرار، انا ما بدي اياها تعطي مرار. هون في عندي كميه من الطحين، عندي معلقتين من النشا. شفتوا هدول البردقانتين اللي قشرتهم؟ يعني طبعا غير اللي اكلتهم. برشتهم هون مثل ما انتم شايفين، بدي احتاج هذا البرش تبع البردقان. هحتاج كوب من السكر، كوب من الزيت النباتي، هحتاج رشه صغيره من الملح طبعا بالاضافه للرشه من الفانيليا، وهون حاطه خلطه مع بعضهم البيكنج سودا والبيكنج باودر. بالنسبه للصوص هيك اللي بدنا هيك نحطه فوق الكيكه، هحتاج كوب من السكر مقابله كوب من الحليب من عصير البردقان، يعني قد بعضهم، مع عصير ليمونه، يعني ليمونه واحده، يمكن يعني ما استخدم كل هدول الليمونات او اقل شوي مشان ما تعطيني احموضه. هلا اول شيء خلينا نخلط المواد السائله مع بعض. مع بعضهم هون عندي. هلا رح نجيب عندي المنخله. هلا بهذا الكيك اكيد كلياتنا عنا من هذا القالب، يعني ما في بيت بيخلى منه هذا القالب، انا كثير بحبه وكثير ظريف، بس ادهنوا شويه زبده واموره تمام. هون شو رح نخلط؟ عندي معلقتين كبار من النشا او كورن فلور، هحتاج رشه صغيره من الملح. هون مثل ما قلت عندي البيكنج باودر والبيكنج صودا مع بعضهم، وهون عندي كاستين وربع من الطحين. كل كاسة تقريبا هي كوب وربع، كل كاسة هي 8 معالق. 1 2 3 4 5 6 7 8. هأنخل أول كوب، دائما أنتوا لما مثلا بتحتاروا بالكوب يا بتضلوا على نفس الكوب يا اما عيروه بالمعلقه. كل كاسه هي معلقه وربع، يعني معلقتين ونص. 1 2 وهي 3. هقيمهم كمان انخلهم بهذا الشكل، لازم ننخلهم، اهم شيء النخل. شوفوا شو طلع معي اخر شيء، ما بدنا اياهم هدول. هلا في عندي هون شفتوا البرش اللي انا هون برشته، هلا حقيمهم وضيفهم. وهيك تقريبا
المواد عندي انخلطت مع بعضها، بس انا لسه بدي اخفق هدول المواد السائله لحتى يتضاعف عندي شكلهم. مثل ما قلت لكم رح ياخذوا معي شي دقيقتين مشان ما نضل قاعدين عم نشتغل فيها، بس لحتى يخلصوا شو رح ساوي؟ مثل ما هنن حقيمن واخلطهم فوق المواد الجافه، ومتى ما حطيتهم مع بعضهم رح حركهم، رح حطهم بهاد القالب رح ادهنه مو بشوي، بصراحة أنا بكتر كثير من الزبدة، يعني بدهنك حتى لفوق للأطراف مشان ما يلزق معي ودغري ينزل، قد ما فيكم كتروا زبدة، ما عندكم زبدة ممكن تحطوا شوية زيت مع شوية طحين كمان بيمشي الحال، شوية طحينة معني أنا ما بفضل لأنها كثير غالية، لهيك عملوا هدول المرحلتين اللي قبل الأوفر، رح أخلطهم فوق هون وترجعوا لعندي مشان نعمل أنا وياكم صوص البردقان إذا ضل بردقان. يا صباح الخير عن جديد، وكيكتنا صارت بالفرن اللي هي كيكة البردقان. رح ارجع على السريع وعيد شو حطينا مقادير. هلا انا بصراحه اليوم خلطت المقادير السائله لحال وحطيت المقادير الجافه لحال بالخلاط من فوق، حطيت عندي 4 من البيض، حطيت معهم ظرف من الفانيليا، تقريبا قشرت يعني تقريبا طلعوا شيء بردقانتين ونص، عطوني كوب كامل من عصير البردقان وطحون. شو هن؟ قشرت بردقانتين بدون البياض، كيف نحن بناكله هيك بدون بياض؟ قطعتهم بالنص بس مشان اقيم البزر، وطحنتهم كلياتهم مع كوب من السكر وخليتهم على جنب. بصراحه كان اللي عم تابعني قبل شوي انا رجعت خفقتهم اكثر، انا بدي اياهم يعطوا فوليوم اكثر، يعني يعطوا كثافه اكبر مشان يطلع الجاتو نافش يعني اكثر من هيك. المواد الجافة كمان بالجاط حطيت عندي كاستين وربع من الطحين، حطيت معهم رشة من الملح، ظرف من الفانيليا، ظرف من البيكنج باودر، وظرف من وحطيت رشة صغيرة من البيكنج سودا مع بعضهم. هدول هنين خلطتهم مع بعض، وكان كمان البردقانتين نفسهم يلي أنا قشرتهم هن نفسهم البرش كمان ضفتهم معهم، وقت لما كتير حسيتهم عطوا فوليوم ضفتهم فوق المواد الجافة، حركتهم حطيتهم بالفرن بالنص حرارة 180 لمدة 35 دقيقة، يعني لسه بدهم شغلة 10 دقائق ربع ساعة بالكثير بيكون عندي الكيكة جاهزة، يعني أكيد هلا ما رح أروح على الفرن وما رح أورجيكم الكيكة. هلا بدنا نعمل الشيء الثاني اللي هو الصوص اللي بدنا هيك نرشه فوق الكيكة، يعني عن جد بتمنى من كل ستات البيوت اليوم حتى اللي ما لحق يشوفني كيف حطينا المقادير أول شيء يرجع أكيد بيشوفها على فيسبوك بصباح الخير. هلا هون في عندي كوب كامل من السكر، رح أضيف فوق منه كوب كامل كمان من عصير البردقان. هلا وبدنا نحط عصير ليمونه وحده، هلا عن جد ما شاء الله هي ليمونه وحده، بس انا ما رح احطها كلها مشان ما تعطيني حموضه قاسيه، لكن رح احط نصهم، يعني انا قلت عصير ليمونه، بالعاده الليمون يعني بيعطيني شوي، هي ما شاء الله عاطيه كثير، بقى بكفي هي الحموضه، هلا رح احركهم هيك انا على البارد، وفي ناس كمان ممكن تضيف لها عليها شويه من النشا كمان بيمشي الحال. بس هلا هذا الصوص هيك عندي كثير منيح، حسيتيه مرق ممكن اخر شيء تحطي معلقه صغيره من النشا مع نقطه من المي او شوي من البردقان ما بيأثر، وبتحركيهم على البارد على البارد، بعدين بنضيفهم فوق الصوص هيك ممكن يعطي كثافه، بس هيك السكر لحاله متى ما هلا غلى على الغاز وانا اساسا حطيت كميه بكميين، كيف نحن بنعمل القطر؟ نفس الطريقة، أنا هلا عم ساوي قوام القطر ولكن بالبردقان، يعني استبدلنا بدال المي حطينا إذا انتبهتوا بردقان. هلا رح قيمهم وروح على الغاز أنا وياكم. نقوي الغاز شوي، وأحرك لحتى يدوب عندي. هيك بهذا الشكل. هلا متى ما غليت، مو متى ما غليت انا بجي بطفي الغاز، لا، لحتى اخذ القوام اللي انا بدي اياه، مثل القطر نحن كيف هيك بنعمله، وممكن مثلا عصره الليمونه تحطيها اخر شيء، مثل ما بتعملي القطر بالضبط. هلا رح نقيم هيك ونحرك. هلا مثل ما انتم شايفين اليوم كيكتي لذيذه طيبه سهله وما اخذت معي كثير وقت، عن جد ان شاء الله هيك يا رب تنفش وتعطينا شكل كثير حلو، بس اليوم هيك رقنا عليها ونقيم. اخر شيء بدنا نكون عندنا مثلا الكيكه سخنه بنحط الصوص عليها بارد، او الكيكه بارده بنحط عليها الصوص سخن، او اثنيناتهم باردين ما بيأثر. حاسال الصبايا شو بيفضلوا، كيكه سخنه ولا البارده وتكون طالعه من الفرن؟ بصراحه السخنه لانه طيبه مع كاسه الشاي هيك، يعني بتطلع يعني عم تسمعوني على الشاي يعني على فكره جايبه معي بس شاي اخضر مشان يعني الريجيم، في مجال هلا يعني بعد الحلقه في كاسه شاي بس شاي اخضر عم بشرب مشان الريجيم. لا شاي اخضر، لا شاي اخضر وكيك يعني بيصير لكي لانك شغلي انا امبارح اكلت سندوتشين شاورما ام بعدهم والله شربت ظرف شاي اخضر، ما بعرف حسيت هيك ما في تأنيب ضمني. لا هو يعني حينزل بعد انا شو جاي اعمل، ما بعرف شاورما هيك نفسيا بترتاحي جربيها
وخلي المشاهدين هلا الراحه شيء وال والدايت شيء والدايت شيء. لك احذري شو نحن بنضحك على حالنا عن جد بنضحك على حالنا والله هي مسايره هيك عشان ما نحس بالتأنيب الضمير. يعطيك الف عافيه. نرجع لك اكيد باخر حلقه لنشوف الكيك بشكله النهائي. بانتظاركم. يا صباح الخير عن جديد، وهيك صار معي الشكل النهائي للكيكة لليوم. عن جد ريحتها فعلا عن جد لما لكم قبل شوي بتشق القلب. بتمنى من كل ستات البيوت تجربوها جدا جدا الريحة، يعني الكل هلا ناطر انه عن جد نشوف شلون النتيجة، لنشوف هلا قد ايه حتطلع طيبة ولا مو طيبة. بس يعني انا دائما بعطيكم شغلات ترجعوا فيها لعندي. هلا هون شوفوا صوص الكراميل، للصراحة انا ضفت عليه اخر شيء حسيت حيخلص لي جرة الغاز، لهيك انا لا خليني احط شوي معلقة من النشا صغيرة كثير مع شوي من المي او من عصير البردقان نفسه وحطيتهم فوقهم حتى اعطوني هذا القوام اللذيذ. هلا رح نقيمه ونضيفه فوق الكيكة بهذا الشكل. عن جد من الكيكات اللي كتير مبسوطة فيهم فوق ما بتتخيلوا. عن جد منظرة بياخد العقل وبشق القلب والريح وبعرف. يعني ساعدوني بالمدح. ساعدوني يعني اليوم لأنه احنا صراحة ما فينا نساعدك شايف لأنه اليوم مداح نفسه اليوم مل. أنا هيك عم بتطلع على الشاشة بقى. على المنظر وانت هيك عم تسقسقيها يعني شكلها. طيب شو رأيك نقصها كمان؟ مثلا ايه يلا حنقص. هذا إذا صار ها. حنقص 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 وحنطلع هيك لتبين مزبوط يعني. اوه والله موديلة بشهية عن جد. عن جد بتحبوا انتوا ضالين؟ نحن جهزتي الشاي مبدئيا؟ نحن ناطرين شاي اخضر بس هو اتفقنا. هلا هلا حندبر شي ظرفين شاي عادي لحتى نشرب هيك شاي مع الكيك. والله شكلها طيب. ما خلص هلا شفتوا ها ما رح تجهز لنا هيك قطعه لإلي وقطعه لرغد ولا كل الشباب بالكنترول والمصورين لانه للصراحه ما بننسى المدام نجلة اكيد. المدام نجلة اكيد لانه كله اشتهى اكيد الكيك من الريحه والشكل المشهي.